رئيس اتحاد بلديات المنطقة الأعلى الأستاذ كريم سركيس، رؤساء البلديات، المخاتير، الأصدقاء، الجمعيات، المؤسسات، أيتها السيدات، أيها السادة، صباح الخير، صباح الصفاء والنقاء والجمال، صباح المد الأعلى الرائع والجميل، صباح رأس المدن البهية والجميلة والتي تعكس بجمالها الأنشطة والتطلعات والأهداف التي تسعى إليها. عندما نتحدث عن رأس المدن نتحدث عن الحاضنة، حاضنة العمل الوطني، حاضنة العمل الاجتماعي المميز، حاضنة العمل البيئي الرائع، كيف لا؟ ومن رأس المدن كانت البدايات وكانت المنطلقات بالتعاون مع المؤسسات البيئية والجمعيات، مع رئيس البلدية السابق الصديق مروان صالحة، واليوم مع رئيس البلدية الحالي الصديق والرفيق رجب رسلان، وأعضاء المجلس البلدي مشكورين على هذا الأمر. وعندما أتحدث عن الصفاء والنقاء أعني ما أقول، لأن ما نقوم به اليوم من خلال هذا المشروع الجريء والحيوي والمتقدم والمتميز إنما يعكس الصورة الحقيقية لهذا الصفاء ولهذا النقاء الموجود في شخصية وأبناء بلدة رأس المدن. شكراً لكم أولاً على هذه الدعوة، شكراً للمجهود لرئيس البلدية، شكراً للاتحاد البلديات بشخص رئيسه كريم سركيس والأعضاء، وعلى هذا الكلام الطيب الذي لا أستحقه، أقوم بواجباتي لا أكثر ولا أقل، ولكن هذا ذوق منك، شكراً لك على هذا الكلام. عندما نتحدث عن حمى طبيعية أو محميات أو عن منتزه، إنما يعكس وعياً ويعكس ثقافة ويعكس إرادة وإيماناً وقراراً بأن نتميز. فالبيئة هي تعكس النظافة الحقيقية للفكر أولاً ومن ثم للمادة، إنما هذا الفكر النظيف هو منطلق كل أعمالنا. أشكركم على هذه الدعوة وعلى إتاحة الفرصة. هذا اللقاء المميز الذي يأتي من سياق مستمر يعود إلى عقود. مؤخراً كانت المحطة وليست الأخيرة بتوقيع بروتوكول التعاون، وكان لي شرف رعاية هذا الحفل، واليوم لي الشرف أيضاً أن نكون جميعاً برعاية معالي وزير البيئة الصديق الذي نتلاقى معه دائماً على دروب الخير وعلى دروب العطاء وعلى الدروب التي تحسن حياة الفرد. كم التقينا عام 2020-21 عندما كنا نبحث خطة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والتخفيف عن كاهل المواطن وحماية أموال المودعين، عندما كنا بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وكنا نعقد جلسات الزوم أونلاين، للأسف لم يسمعوا إلينا، عسى أن يسمعوا إلينا بالبيئة اليوم علنا نقدم أفضل ما يمكن لوطننا. ما نقوم به جدا مهم، جدا مقدر ومميز، ولكن يبقى ناقصا إذا لم يقترن بخطوات عملية أخرى. صح. أولا هذا الإجماع، هذا التوقيع البروتوكول، هذا الوعي، ما سيقوم به الوزير في مجلس الوزراء باستصدار مراسيم بإنشاء هذا المنتزه شيء مهم، ولكن الأهم كيف يتكامل هذا المشروع. تمام. وكي يتكامل علينا مسؤوليات جميعا، أولا مسؤوليتي الشخصية وأنا أمثلكم وأمل أن أمثلكم خير التمثيل، ودائما أنقل توجهاتكم وتطلعاتكم. علينا أن نحمي هذا المنتزه الجميل وهذا الحمى من خلال تشريعات تؤدي إلى إقامة مشاريع حقيقية حيوية تحمي بيئتنا، تحمي بيئتنا النظيفة. أعني بذلك ماذا يعني أن نقيم حمى أو منتزه ومياه الصرف الصحي مبتذلة طعام الأرض، يكون العمل ناقصا ولا يحقق أهدافه. لهذا السبب كنا بدأنا منذ أكثر من 7 سنوات وتعاوننا مع صديق كان رئيسا لاتحاد البلديات أستاذ مروان صالحة ورئيس بلدية رأس المدن، مع كل المعنيين كنا بدأنا الإعداد لمشروع الصرف الصحي في المدن الأعلى. وهذا المشروع تعرض للكثير من العوائق خلال السنوات الماضية لأسباب كثيرة منذ العام 2019 حتى يومنا هذا. الحمد لله توفقنا من تجاوز كل العثرات والعقبات،
واستطعنا أن ننجز الدراسات الأولية ودراسة الأثر البيئي ودراسة الخرائط التنفيذية، واستطعنا أن نضع هذا المشروع في المقدمة. كان هناك عوائق إدارية نتيجة غياب الدولي لفترات، وكانت هناك عوائق سياسية كانت تعيق هذا الموضوع، ولكن بالإرادة بالتصميم بالقناعة بالقرار استطعنا تجاوز هذا الموضوع. وعندما وقعنا على البروتوكول كنت ذاهبا إلى الكويت في اليوم التالي، وعدتكم بأنني سأطرح هذا الموضوع على المسؤولين. الحمد لله هناك قبول كويتي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للاقتصادي والاجتماعي بأن يقوم بتمويل هذا المشروع الحيوي والأساسي، ولكن مطلوب أن نقوم بدورنا في لبنان. في زيارتي ما قبل الأخيرة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي طرحت هذا الأمر، وكنت طرحته مع رئيس مجلس النهوة العمار الأستاذ نبيل الجسر. سيرفع الأستاذ نبيل الجسر بكتاب إلى مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع يتقدمها مشروع الصرف الصحي لمنطقة المبنى الأعلى الذي يعالج كل موضوع الصرف الصحي، بالإضافة ووعدني الرئيس ميقاتي مشكورا بأنه سيتخذ القرار المناسب كي يكون هذا المشروع في الأولوية. عندها نراسل الهيئات المانحة ويجري القبول، وندخل في مسار تشريعي من أجل إقرار مشروع قانون قرض بين الهيئات المانحة وبين الحكومة اللبنانية. عندها نطمئن أننا سلكنا في الاتجاه الصحيح. عهدي ووعدي لكم بأنني لا أكل ولا أمل إلا أن أحقق معا هذا المشروع. مثلا الثاني ولن نطيل، عندما قرينا مشروع أو اقتراح قانون وصدر بقانون طريق ونفق بيروت البقاع تحت رقم 174 2020، تحدث في ذلك الوقت عن طريق ونفق، وكان هناك بحث في خيارين أو في مسارين. المسار الأول نفق تحت الأرض، رفضته في جلسة شهيرة في مجلس النواب في 18 نيسان 2020. وهناك اقتراح آخر أن يمر هذا المشروع في وادي نمرتين وصولا إلى عمان ويدخل في نفق. اعترضت على هذا الموضوع، وعندما أطرنا الموضوع منذ شهرين أو ثلاثة أشهر بهذا الإطار كنا نقول لابد أن نغير هذا المسار أولاً لنحمي الحد، نعم، ولنحمي هذا الوادي الجميل من التلوث ومن دخول الشاحنات إليه، وأن نذهب لخيار أفضل يحقق الإنماء المتوازن ويحقق الواقع البيئي بشكل سليم، وأن يحقق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية. استطعنا من اقناع كل المعنيين بأهمية وجدوى هذا المسار بين المدنين. وشكرا للحكومة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الكرام ومنهم وزير الأشغال وجه له التحية، واتخذ قرار من مجلس الوزراء بتكليف مجلس النواب العمار بإعداد الدراسة. إذا أمام هذين المشروعين نحن نكون أولا نحمي البيئة، نحمي الطبيعة، نحقق الإنماء المتوازن، نحقق أهم شيء أن نعيد المد الأعلى إلى الخارطة البيئية والإنمائية، وأهم شيء أن نعيد الوطن إلى الخارطة الاقتصادية الاستراتيجية بربط مرتع بيروت بالعمق العربي. وهذا إنجاز كبير يسجل للدولة اللبنانية إذا ما استطعنا أن نحقق هذا الموضوع. ونحن نتحدث عن بيئة، ونحن اليوم ننجز سلسلة مشاريع إنمائية في المد الأعلى من طريق حمانة مفرق زيدين صليمة بالتعاون مع اتحاد البلديات السابق استاذ مروان استاذ كريم ووزارة الأشغال والبنك الدولي. نحن خلال الأسبوع المقبل ستبدأ عملية التلزيم لمشاريع الصيانة لكل طرقات المبنى الأعلى. هذا جدا مهم، ولكن الأهم كيف يقترن هذا الموضوع بوعينا البيئي النظيف، وكيف نحافظ على جمالية هذه المنطقة وطبيعتها الخلابة وعلى هذا الإنماء المتقدم بالنظافة وببيئة نظيفة التي نعتبرها خطا أحمر. لهذا السبب أقول نحن في المرحلة المقبلة سنطلق هذه المشاريع، وبنطلق معها أيضا، وهذا شيء كثير مهم وعقيد الأصل المقتل اللي بتعرف كثير منيحة شو يعني النظافة والبيئة،
حملات نظافة متكررة متعددة مستمرة، هيك المطل بيكون أحسن، وهيك بتكون بالتعاون ننهض وبالتضامن مستمر. شكرا على دعوتكم.